ورجعنا لكم تاني ومكملين معاكم في راديو بيضحك على راديو 90 هوانا مصري، ومعانا لسه الاستاذ محمد السعدي رئيس شركه ميديا هاب. وعايزه بقى اكلمك عن رمضان. الاول عايزه اخش كده بحاجه، الناس كلها طول عمرنا بنتفرج على الاعلانات ودايما نلاقي مكتوب عليها سعدي جوهر. احنا كنا فاكرين لهم شخص واحد، كنا فاكرينهم شخص واحد. انا ابتديت اصدق ان هو شخص واحد. هو انت تعتبره شخص واحد؟ اشرح للناس كده بقى عن سعدي وجوهر. هو لا، هو سعدي وجوهر هما شخصين، بس انا على فكره حتى في ناس لما بتيجي تعرفني بتعرفني انا سعدي جوهر. استاذ سعدي جوهر واحد عارفني كويس يقول له استاذ سعدي جوهر لواحد تاني. فالفكره ان هي لبست يا جماعه هم اتنين والله. اه لبست فينا دي. بس هي الفكره ان لا، انا محمد السعدي وشريكي ايهاب جوهر. احنا شركه بقالنا حوالي 34 سنه. هو فعلا احنا واحد، يعني هو فعلا احنا اخوات عشره واخوه وشراكه وكل حاجه حلوه في الدنيا يعني. طبعا. والحقيقه دايما احنا بنكمل بعض يعني. يعني وهي دي الميزه، ان احنا فكره برضه تيم ورك يعني. ايهاب بيعمل حاجات انا ما بعملهاش والعكس صحيح. يعني فاحنا بنكمل بعض، وكل واحد فينا بيعمل الحاجه بتاعته باتقان وكل حاجه، فاحنا الاثنين مكملين بعض وبنكمل الصوره بتاعت الشركه. اكيد. فبس احنا اثنين مش والله احنا اثنين. رمضان موسم الاعلانات. زمان يعني الناس كانوا يقعدوا في البيت يتفرجوا على الاعلانات وهم فرحانين ما بين المسلسل والمسلسل، وحاجات كانت بتعدي علينا كده. ده زمن السوشيال ميديا. دلوقتي المصريين بقوا نقاد، في 100 مليون ناقد قاعد في البيت مركزين في الاعلانات وفي المسلسلات وفي كل حاجه. واول حاجه بتعمل عليها كوميكس وفيديوهات والناس بتعلق عليها وبتقعد تنقدها الاعلانات. النقد ده بقى بيعمل عليكم تقل شويه وانتوا بتعملوا، او حمل واحساس بالمسؤوليه وانتوا بتعملوا الحملات بالذات بتاعت رمضان؟ لا ده مش تقل، ده عايز اقول لك دي مسؤوليه، دي حاجه تخوف يعني. ترى الناس هيقولوا ايه؟ الناس هيقولوا بعدين حضرتك احنا مش مثلا في كذا منتج يعني، كذا منتج وكذا حاجه وحاجات فيها تنوع كتير جدا. وفكره ان كل واحد عايز اعلانه يبقى اهم اعلان في رمضان، وفكره رمضان هو موسم الاعلانات طبعا، وفكره الناس بقت تتعامل مع الاعلان ان هو انترتيننج يعني، مش فكره ما فيش حد بيعمل اعلان عشان يبيع منتج في رمضان. لكن بيتعمل اعلان عشان تعمل براندنج يعني، البراند نفسه يتسوق صح، او يبقى بيسموها براند اويرنس يعني، ان هي بتبقى اعلانات براندنج مش اعلانات بيعيه يعني. مفيش واحد بيعمل مثلا اوفر في رمضان او يبتدي تحصل كده في اخر اسبوع في رمضان، انما في اول 3 اسابيع بيبقى الاعلانات كلها بيبقى يسموها كوربريت او اعلانات جينيريك، ما فيهاش وبتبقى زي منافسه ما بين الشركات. أيوة. مين اعلانه هيبقى منتشر اكتر، وشركات كلها، شركات الاتصالات بتبقى كلها، شركات التليكوم بتبقى في تنافس، شركات الريل استيت بتبقى في تنافس، حتى الشركات الحاجات اللي هي الانجيوز اللي هي التبرعات بتبقى في تنافس، كله بيبقى في تنافس، كله بيحاول. والناس بقت بتستنى الاعلانات وتقيمها زي المسلسلات صح، يعني ايه احلى اعلان وايه احلى مش عارف ايه وإيه. فالناس بقت هي نفسها الواحد قاعد يستنى النقد وهيطلعوا ايه، وطبعا انت فاهمه هيطلعوا القطط الفاطسه في حاجه. الواحد بقى السوشيال ميديا دي مخليه الواحد يعني في وسط راسه، هيطلعوا يقولوا ايه على الاعلان، هيعملوا ايه، ايه اللي هيحصل. فالفكره هنا بتبقى مخيفه ان الواحد كلمه بتطلع بتقلب السوشيال ميديا. فالسوشيال ميديا بقت رقيب، والناس بقت خلاص، الناس كانت زمان تتفرج على الاعلان وبيقولوا لبعض كده في البيت، واصحابهم لما يتقابلوا كده في سحور. دلوقتي بقت السوشيال ميديا ده على الهوا، خلاص على الهوا، الناس في دقيقه فجاه 50 مليون بيتكلموا في حاجه فاحتارت. فالفكره هنا ان بقت السوشيال ميديا زي ما يكون رقيب على الاعلانات وبتقيمها، فبتخلي الواحد بقى ايه عينه في وسط راسه وهو بيتكلم. والسوشيال ميديا بقت يعني، هو الاعلانات في التلفزيون متشافه، خلي بالك عشان ناس كتير جدا كانت فاهمه ان فكره التلفزيون خلاص، وان السوشيال ميديا والحاجات الديجيتال ما بيروحش. وعلى فكره يعني الحملات على السوشيال ميديا ما ينفعش ان احنا، وده حاجه مهمه بس عايز اقولها يمكن بره السياق، لكن الحملات في السوشيال ميديا او في التلفزيون لما نقارنهم ببعض لا يقارنوا. اعلان التلفزيون تاثيره اقوى بكتير جدا جدا جدا، لازال وبقوه وفرق كبير طبعا. ليه لان اعلان السوشيال ميديا انا عندي اوبشن انا اعمل سكيب وما كملش الاعلان، سكيب وما تكمليش. وبعدين انت حضرتك في حاجه عالميه معروفه، حضرتك عشان تشوفي اعلان وتتاثري بيه لازم تشوفيه يعني. هنا في مصر دايما يقولوا ريشيو من 16 ل 24 مره، يعني شوفي الاعلان فعلا 16 مره عشان تتاثري بيه. مفيش حد بيتفرج على الاعلان مره فبيتاثر بيه، قليل جدا. ففكره انك الاعلان بتشوفيه حتى لو احلى اعلان في الدنيا هتشوفيه مره وخلاص مش هتشوفيه تاني، لكن لو متابعه مسلسل معين بشوف نفس الاعلان بيلحقك في البتاع. فهي فكره ان الاعلان حواليك عمال يلف حواليك كده في طول الشهر، خلاص الاعلان سيبت الاغنيه يعني هنزل اشتري على طول. فلا، فهي فكره ان السوشيال ميديا هي بقت اكتر يعني الاعلانات بتعمل بتبص على السوشيال ميديا، السوشيال ميديا هتنتقد، والناس هي وجهه نظر الناس، هي بقت بلاتفورم بتوريكي وجهه نظر الناس ايه في الاعلان.
بتصيط اعلان, بتعمل حاجه في البراند, صح, بتعمل دوشه حوالين حاجه, لكن في الاخر ما اقدرش اعتمد عليها كوسيله ان انا اوصل بيها منتج وابيع بيها منتج. طبعا فاهم قصدي. وفي شركات كتيره جربت على فكره ولم تنجح التجربه, أكيد. ان هم يقولوا والله احنا خلاص هنستغنى عن ده وهنشتغل في السوشيال ميديا بتاع, وتراجعوا بعد مثلا 10 ايام لو التاثير مبيعات ضعيف جدا بيجيبش ترجع للتلفزيون تاني. فدايما هتفضل شاشه التلفزيون هي المقياس. وطبعا حفله الاعلانات بتاعت رمضان حفلة, فهي كل واحد يعني هتطلع انت من الحفلة بتاعت المومياوات هتخش في حفلة اعلانات رمضان. ده برضو كان حاجات صعبة جدا, أكيد. ان هما كانوا في نفس الوقت واحنا عندنا الحقيقة في رمضان ده شغل يعني الموسم صعب رمضان. شوية فالفكرة كانت ان ده مع ده, ففعلا كان الموضوع صعب, بس الحمد لله ربنا يعني لغايه دلوقتي ربنا كرم يعني الحمد لله. انا سعيده ان حضرتك معايا في الراديو بيت حق جدا, وحضرتك نورتني, ربنا يخليك. وهسالك سؤال شرير كده في الاخر, ما بين الاعلانات وما بين الدراما وما بين البرامج وما بين كل الحاجات اللي انت ما شاء الله جندي المجهول فيها واللي وراها ومخليها جميله كده, اكتر او اقرب حاجه انت بتعملها قريبه من قلبك ايه؟ الاعلانات. الاعلانات هتفضل هي هتفضل سعدي جوه. لا لان انا شغلتي انا كرييتيف, يعني انا يعني بشتغل على الفكره بتاعت الاعلان. ففكره ان واحد بيطلع فكره وبيشوفها وبيحدد هو يمشي في انهي مسار فيها, وبعدين نشوف نتائجها والمنتج هو بيتباع او الناس بتقدر ده, يعني فكره ده المجال بتاعي طبعًا. يعني انا مجالي الاعلانات ومجال التاثير على ان انا على التسويق وعلى الاعلانات وعلى كده, ده المجال اللي انا بحبه يعني. أكيد. وإن شاء الله لعبة نيوتن يكسر الدنيا إن شاء الله ويعمل شغل قوي جدا. أخيرا بقى كلمة منك للناس اللي عمالين بيكتبوا عنك كتير جدا على السوشيال ميديا وبيقولوا سعدي الجندي المجهول وراء الحدث الجميل اللي احنا شفناه وفخورين بيه كلنا, تقول لهم ايه؟ والله انا بشكرهم كلهم. انا طبعا انا انت عارف حاجه, انا بقالي بشتغل 34 سنه تقريبا, يعني دايما ما يعني ما عنديش يعني ببقى دايما متردد في فكره ان انا اظهر او ما اظهرش, يعني فكره الحقيقه دايما ببقى قلقان منها, بس الحقيقه الحدث الاخير ده فرض نفسه, يعني فرض نفسه ولقيت يعني لقيت ان من الصعب ان انا بقى مش يعني ما بتكلمش. اكيد. فهو فرض نفسه ان انا اتكلم, بس انا سعيد برد فعل الناس, وان شاء الله انا بقول لهم ان 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 ان, إن اللي اتعمل ده يعني اثبت حاجات كتير. طب مش احنا اللي بنقول حاجات برضو اللي حصل ده دوله, يعني اثبت حاجات كتير, وخلينا نبص ان في مستقبل عظيم مستني مصر. اكيد. يعني ده يعني ده اعتقد ان كل الناس شافته. طبعا حضرتك نورتني واستاذي العزيز, ووجودك اضافه ليا وبشكرك جدا. لا ده وجود حضرتك اضافه, متشكر جدا. كده وصلنا نهايه حلقتنا النهارده من الراديو بيضحك. احلى مسا عليكم.